اهلا بحضراتكم في كل مكان ولسه مستمرين وحدثنا عن اجواء معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته ال55 والاقبال الكبير اللي احنا بنشوفه من الجمهور على كل البوابات وانت معدي هتشوف هذا الاقبال وتشوف الناس اللي رايحه تحضر وتشوف الفعاليات اللي بتحصل جوه ورايحه كمان تشتري كتب وده الحقيقه بياكد ان احنا شعب واعي وعارف اهميه القراءه واهميه الاطلاع وقيمه ما يقدم في معرض الكتاب عدد الزوار اللي احنا بنشوفه في اليوم التاسع احنا مقربين على 3 مليون زائر تقريبا حسب ما بترصد الهيئه وفي توافد كبير على جمهور من جمهور معرض الكتاب على اجنحه المعرض المختلفه لانه الحقيقه في عدد كبير من الفعاليات اللي بتحصل في خصومات كتير بتقدمها دور النشر على المؤلفات المعروضه ودي يمكن فرصه الناس بتشوفها داخل معرض الكتاب ويمكن جناح الهيئة الهيئه العامه المصريه للكتاب والهيئه العامه لقصور الثقافه والمركز القومي للترجمه عصير الكتب عدد كبير من دور النشر مقدمه عروض ضخمه على الكتب. النهارده الحقيقه احنا لينا وقفه حواريه هامه مع افرح، افرح ده احدث اصدارات الكاتب والشاعر والاعلامي جمال الشاعر والحقيقه انه يعني هي رساله ايجابيه في وسط كل اللي احنا عايشينه ده انه يكون في كتاب بيقول افرح خلينا اه نرحب بضيفنا ونتكلم معاه عن مسيرته الاعلاميه الكبيره اللي احنا طول الوقت اه عارفين انها كانت بتقدم نبض الشارع بشكل كبير ويمكن ده سر كبير ورا م. نجوميته هنتكلم مع حضرتكم مع الدكتور جمال الشاعر عن رسالته في معرض الكتاب السنادي وعن كل مسيرته الاعلاميه اهلا بحضرتك منور اهلا وسهلا شكرا جزيلا مبروك افرح والحقيقه رساله يعني اعتقد احنا كلنا محتاجينها في جداً هذا الوقت جدا جدا يعني الاعلام محتاج يشتغل شويه على صناعه البهجه إنه دي مطلوبة يعني حتى مهما كان الإنسان بيواجه صعوبات محتاج مدد محتاج طاقة إيجابية محتاج أجواء محفزة فعشان كده يعني بداية الكتاب قصيدة بتقول افرح أعظم إنجازاتك ذاتك افرح وانجح رغم انكساراتك حاول تصلب طولك وانت بتجري واكتب في سجل انتصاراتك انا مش فاشل ولا متشائل انا واحد عاقل لو شفت مشاكل ما بمشكلهاش بستهدى وبنصح روحي راجع حساباتك واحلم وانت في اصعب اوقاتك وارسم روحك جوه جروحك رايه في عز انكساراتك اتراهن على نفسك وتاكد ان انهزاماتك هي اللي هتصنع بطولاتك لو جالك واحد عايز احباطك قول له من فضلك من فضلك نقطنا بسكاتك اعدائك مش دائك اعدائك خوفك وكسوفك وشجاعتك هي مصداتك اخشوشن وتجنن واثبت للكون ان انت مذاكر ومعلم اتحدى وطلع كراماتك من حقك تفشل احيانا من حقك تفشل احيانا وتقوم تجري تدب تشب تهب تعوض كل ما فاتك افرح وانفض يأسك واصل شطحاتك اتغير غير كل غباواتك امشي في سكة جديدة بكل طاقاتك صاحب صاحبك واخلص لحبيب. واخلص لحبيبتك والعن ابو فيسبوكاتك <applause>